جهود عربية كبيرة تقوم بها الجزائر لإنجاح القمة العربية 31 وتسهيل عمل كل من يشارك فيها. وسائل الإعلام الأجنبية الحاضرة لتغطية هذا الحدث العربي الهام أشادت بالظروف التنظيمية وبالتسهيلات المقدمة. الوفد الإعلامي التابع لقناة RT حظي باستقبال جيد منذ وصولنا للمطار وبتسهيلات من السلطات الجزائرية، بدءا باستقبالنا للمطار، بدءا بتوفير النقل والأمن لغاية وصولنا إلى مقر الإقامة، وأيضا السهر على راحتنا في الفندق وفي مركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث نعمل على تغطية أشغال هذه القمة. نشكر السلطات الجزائرية على كل الجهود المبذولة لإنجاح هذه القمة وهذه المناسبة العربية، ونأمل لها النجاح، ونأمل أن تكون لقناتنا أيضا إسهاما في إنجاح هذا الملتقى العربي. لافتات الترحيب لفتت نظرنا أهلا بأشقائنا العرب في الجزائر، أعلام الدول العربية منتشرة في كافة أنحاء العاصمة الجزائرية، هناك عمل كبير تقوم به الشقيقة الجزائر لإنجاح هذه القمة، ليس فقط خلال فترة انعقادها ولكن حتى قبل أشهر هناك عمل كبير تقوم به الجزائر لإنجاح هذه القمة، جهد مقدر. التلفزيون الليبي الذي أعد العدة بدوره لتغطية قمة الجزائر أبدى ارتياحاً كبيراً للاستقبال الذي حظي به. كان الاستقبال جدا رائع، تنظيم على أعلى مستوى، وهذا ليس غريب عن الشعب الجزائري أو الحكومة الجزائرية في مستوى التنظيم، هي مدرسة في هذا الشأن. زي ما قلت لك نتطلع إن شاء الله أن تحقق هذه القمة مخرجات تخدم القضايا العربية والقضية الليبية تحديدا. مساعٍ تندرج ضمن جهود الجزائر لإنجاح هذا المحفل العربي الهام الذي ينتظر منه العرب الكثير.